أنت بين خمسة أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة وثمانية أشهر وثلاثة أسابيع وأربعة أيام وخمس ساعات وأربع دقائق وثمان ثواني. أظن انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية، النهاية صفر. لبسنا يوماً أو بعض يوم. لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اطلعت على كتاب فيما مضى عن قصص العرب من أربعة أجزاء وقرأته، ثم استنبطت أن الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا، والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، وأن الظلام ماتوا والمظلومين ماتوا، وأن الموت ينهي كل شيء. لذلك البطولة أن تعمل في هذا الوقت المحدود الذي يمضي سريعاً عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. كيف مضت هذه الأيام سريعاً وكأنها لمح البصر، كذلك الوقت يمضي سريعاً، والوقت لا يسترجع. لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه. ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. كم من إنسان وضع آمالاً عريضة. كنت مدرساً في ثانوية، نشأت معي ساعة فراغ فجائية فأمضيتها عند المدير. المدير حدثني عن متاعبه وعن همومه، وقال لي حصلت على موافقة لإعارة إلى الجزائر، يعني مدرس معار الراتب مضاعف. قال لي سأمضي هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الخمس، سأمضي الصيف الأول في بريطانيا أول صيف، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إسبانيا، والرابع في إيطاليا. سأطلع على هذه البلاد وعلى ثقافة هذه البلاد وعلى تراث هذه البلاد ومتاحف هذه البلاد، ثم أعود بعد 5 سنوات وأقدم استقالتي من العمل وأفتح محلاً تجارياً أبيع فيه التحف، وسيكون هذا المحل منتدى لي ولأصدقائي. والقصة طويلة كثير، أنا لا أبالغ، حدثني 20 سنة قادمة، وكيف أولاده يكبرون، بيريحوا من العمل، بيجعل المحل منتدى فكري، بيلتقي فيه مساء كل يوم مع أصدقائه، وهكذا، وأنا أستمع له. خرجت من عنده إلى صفي، ثم إلى بيتي،
وفي المساء عندي ساعة تدريس في مركز المدينة، أردت أن أرجع إلى بيتي مشياً فإذا نعوته على الجدران، والله الذي لا إله إلا هو في اليوم نفسه، في اليوم نفسه حدثني عن 20 سنة قادمة، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. ماذا تملك؟ ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، فالدنيا ساعة اجعلها طاعة، اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها مطالعة كتاب، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا أنت بين 5 أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و8 ثواني. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية، النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء، القوي يموت والضعيف يموت والطاغية يموت. كنت في قصر اسمه في اسطنبول دولما بهجت، رأيت ساعة ثابتة على 9 و5 دقائق، سألت عنها قال هذه ساعة وفاة كمال أتاتورك، ثبتوا الساعة في لحظة وفاته، كان قوي وأراد ما أراد ولم يحقق ما أراد. فالإنسان يمضي بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأنا في طريقي إليكم شعرت كيف مضت هذه الأيام العديدة كلمح البصر، وهكذا العمر. يعني الإنسان قد يقول عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك البارحة كنت طالب بالابتدائي الآن بال60، فإذا مضت ال60 كلمح البصر في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر، فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر، وقف أهله للتعزية، بعد شهر شهرين ثلاثة نسي هذا الرجل وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والله أيها الإخوة، مرة شيعنا ميت، وقفت على قبره، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها.
الغني بيموت والفقير بيموت والقوي بيموت والضعيف بيموت والوسيم بيموت والذميم بيموت والمحسن بيموت والسيء بيموت وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أحد علماء دمشق الصالحين العاملين الربانيين اشترى قبر في حياته وقد كتب اسمه على الشاهدة وكان يزوره كل خميس، يقول له لمرافقه: يا ولدي هنا المقام. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤماً أبداً، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم، بتأخذ أعلى شهادة، بتأسس معمل، بتقيم مشروع ضخم، هذا لا يمنع، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله، يمنعك أن تنحرف، والتفكر بالموت يسرع الخطى إلى الله. مرة كنت في مطار في شريط متحرك، وقفت عليه وأنا واقف ماشي، والله شيء جميل، إن مشيت عليه السرعة مضاعفة، وعليه سورين يمنعانك أن تنحرف، شريط متحرك له سوران. تصورت أن هذا الشريط المتحرك مع السورين يرمز إلى التفكر بالموت، يسرع الخطى إلى الله ويمنعك أن تنزلق. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني قبل عدة أشهر أو بعض السنوات عدد لا بأس به من إخوتنا صلى الفجر في جماعة والعصر كان مدفون ولا يشكو شيئاً، تقريباً في كل شهر شهرين حادثة بس نادرة أنه إنسان لا يشكو شيء إطلاقاً، وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، العصر كان تحت التراب. لي قريب له سهرة أسبوعية، أحد الجالسين قال هكذا: أنا لن أموت قريباً، هيك قال. فلما سئل ما السبب؟ قال: أنا صحتي جيدة جداً ووزني ممتاز وأكلي صحي، أعمل كل يوم رياضة، وحكى عن أسباب طول العمر، كلامه علمي. بعدين ما بيحملها، ما عنده شدة نفسية، لا في شدة نفسية ولا في وزن زايد ولا في ضغط ولا في أي مرض، ورياضة يومية. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، السبت الثاني: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حوادث كثيرة، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيطلع ما بيرجع، بيرجع ما بيطلع أبدا. هي حقيقة. وأنا في طريقي إليكم كيف مضت هذه الأيام كلمح البصر. إذا هو الوقت، الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك، بل هو رأس مالك الوحيد ولا تملك غيره. لذلك هذا الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً. هؤلاء البشر أمامك يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يعبؤون بالمستقبل، يعيشون لحظتهم، هم مع الصرعات، صرعات الأزياء، صرعات الأفلام، صرعات الإعلام، صرعات السياسة، هم معها، يتابعوا الأخبار، يتسامرون، يغتابون، يأكلون المال الحرام،
يطلقون بصرهم في الحرام، لا يضبطون ألسنتهم، لا يؤدون عباداتهم، يعيشون وقتهم وصحتهم طيبة وبحبوحة ودخل، وكل يوم نزهة وكل يوم سهرة ونرد وطاولة وشدة واختلاط وسرور وروح مرحة وفكاهة وأناقة وبيت درجة أولى، يأتي الموت فجأة لم يكن في الحسبان. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل إنه الموت. يعني صور بيت خمس غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري، صور هذا الوضع ينتهي بسبعين سنتي بمئة وثمانين تراب تحت الأرض فجأة. والله أيها الإخوة، الذي لا يعد لما بعد الموت يجب أن يوصف بأنه غبي. مرة الغزالي سأل نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يعني مرة كنا في سهرة وقدم طعام نفيس جداً، طبيب قلب رفض أن يأكل، فلما ألح عليه قال: والله إني أحب هذا الطعام حباً جماً، لكن لكثرة ما أرى الأوعية مسدودة من هذا الطعام كرهته. نظر للمستقبل، هذا الطعام الدسم يسبب ضيق بالشرايين، ثم جلطات، ثم موت مفاجئ. فالإنسان لما يعيش المستقبل يتكيف مع المستقبل، التكيف مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت بالطاعة، بالصلح مع الله، بالاستقامة على أمر الله، بطلب العلم، بتربية الأولاد، بإنفاق المال، بالأعمال الصالحة، هذا هو التكيف، الذكاء هو التكيف. لذلك أيها الإخوة، إنفاق الزمن، إنفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط، شو في صرعات يتابعوها، شو في أخبار ممتعة يتداولوها، شو في أماكن جميلة يرتادوها، شو في أكلات طيبة يشتروها، عايشين ويتندروا بالأخبار. اليوم كم واحد مات بالعراق؟ يقول لك مثلاً 500، والله كثير كثير 500، يعني العيار 100 باليوم، مرتاح هو تمام، المسلمين ماتوا انقهروا مرتاح تمام، بهم ولائمه وحفلاته ومتعه. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. تأتي الآية الكريمة: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن، يقسم الله لهذا الزمن بمطلق الزمن، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا، نحن بمقاييس الدنيا لك فلان بيل جيت حجمه المالي 90 مليار، شاب بالأربعينات 90 مليار دولار طبعاً مو سوري. طيب يأتي الموت ينهي هذه الثروة، لا ينفعه إلا عمل صالح. لذلك مر النبي الكريم على قبر، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، يعني ركعتين نفل، يعني بسرعة صلاهن كنقر الديك، خير له من كل دنياكم. هذا كلام سيد الخلق المعصوم. طيب حديث آخر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك، دقيق، مما طلعت عليه الشمس. كم شركة عملاقة بالأرض
في شركات تصنع من الإبرة إلى ناقلة النفط، من إبرة وحتى ناقلة النفط، شركات يابانية. في شركات يعني الأموال المجمدة التي لم تعثر لها على طريق للاستثمار يفوق ميزانيات دول، ميزانيات دول. خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حينما يأتي الموت تكشف هذه الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك الذي المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً بأربع بنود: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعلت هذه الأشياء الأربع أنت ناج من الخسارة، وما سوى هؤلاء خاسر. لك ترك فندق 80 طابق في أرقى بلد أوروبي وممتلئ دائماً 5 نجوم، مات، وضع في قبر، أين هذه الثروة؟ ذهبت. الآية الدقيقة التي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأها دائماً: قل أرأيت إن متعناهم سنين، شوف، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك اليوم الذي تزداد به معرفة بالله إلى الذين آمنوا، وتزداد عملاً صالحاً ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبراً على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعاً. ما معنى الخسارة؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان. مضي الزمن يستهلكه. شوف، بيمضى أول عشر، كلياتنا عايشين هالسنوات الأخيرة، كنا 60، 1962، 63، 64، 70، رقم 7، ما شاء الله، 70ات، بعدين 80ات، 90ات، بعدين 2000، 2007 هلأ. كل عقد يمضي سريعاً. كنت مدير ثانوية في بلد في الجنوب، وعندي كان طالب وصل لمنصب رفيع، دعاني بعد 30 سنة إلى قريته، محل ما كنت مديرة. قلت: سبحان الله، مضى على وجودي مديراً للثانوية في هذا البلد 30 عام، كيف مضت؟ قال لي طالب: أنت كنت أستاذي سنة 1957، مضى عليها 50 سنة، معناتها نصف قرن، كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، والحمد لله رب العالمين.